تعودنا بنقول بعض الأسئلة اللي موجودة معانا من السادة المشاهدين. خليني أقول لحضرتك أول سؤال موجود، تقول أنا هنا في بلد أوروبي ومنتسبة لعائلة زوجي بحكم القانون هنا، وكنت سمعت إن الانتساب لغير الأب حرام، لكن ده قانون البلد اللي أنا فيها، أعمل إيه؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. في المقدمة حضرتك ذكرت الفتوى وقلت إن الفتوى علم. بزود حاجة، الفتوى مش من الكتاب، الفتوى صناعة تسقى ويشربها من يتعلم الإفتاء بحضور مجالس الإفتاء. يعني الفتوى ضربة وصناعة، ضربة وصناعة. الفتوى مش إني أنا سئلت في حكم أروح فاتح الكتاب، لا هو علم، وأخبط اللي قدامي بحكم، واللي أنا بقرأه علم. بس فيه شيء تاني بنزوده اللي هو، وهو المفتي لابد أن يكون فاهما للواقع، فاهما للزمان، فاهما يعني للمكان، حضرتك تقصد ان فاهما الفتوى، لأحوال من أمامه، الفتوى تبقى مناسبة للزمن اللي احنا عايشين فيه وظروف حياتنا، مع الحفاظ على أصول هذا الدين. يعني عدم الخروج عن أصول الأحكام، بمعنى ان الفتوى تتغير بتغير الزمان وتغير المكان وتغير الأشخاص وتغير الأحوال. شخص ممكن يفتى بحكم في وقت في مكان معين، ويفتى بحكم آخر في وقت آخر في مكان آخر، وكله لا يخرج عن أصول الدين. زي بالضبط، اديني مثال كده. هدي حضرتك مثال زي ده. زي أول سؤال حضرتك ذكرتيه، المرأة في الغرب أو العادات في الغرب أن البنت إذا لم تتزوج، أو المرأة إذا لم تتزوج تنسب إلى عائلة أبيها، لما اتجوزتش وتنسب الى عائلة ابيها. طيب تزوجت، يقولون مدام فلان على زوجها، مثلا فاطمة تزوجت كريم، يقول مثلا مدام كريم. الله، يا ترى ده حرام؟ للأسف بعض اخواننا هناك في المراكز الإسلامية شددوا جدا على بعض الجاليات الإسلامية هناك. بس ده ايه الحرمانية؟ ده حرام. ما انا هقول لحضرتك، لذلك بنقول ايه، سيدنا الإمام سفيان ابن سعيد الثوري، وده صاحب مذهب زي الإمام أحمد كده، ولكن لم ينتشر انتشار الأئمة أو المذاهب الأربعة، يقول التشدد يحسنه كل أحد، إنما الفقه رخصة من ثقة. أي حد يقدر يتشدد، أي حاجة ممكن أقول لك حرام حرام حرام، لا الأولى ما تعملوش، الأفضل ما تعملوش، مش هو ده الفقه. الفقه انك انت تبقى فاهم الشريعة ومستبطن مقاصد الشريعة وجمال الشريعة، وتبتدي تيسر على من امامك مع الحفاظ على اصول الدين. ده كلام سيدنا سعيد. هي المشكلة انه احنا ساعات بنبقى مش فاهمين، نعم، يعني حافظين بس، ما هو ده المشكلة، وبنحرم اي حاجة في الدنيا. يعني واحدة بعتالي، وانا هسأل حضرتك اهو على الهوا، واحدة بعتالي بتقول لي مش عيب تبقي مذيعة برامج دينية وتروحي افراح؟ فهو الفرق الافراح، يعني لازم اروح مياتم اروح احزان يعني؟ ما اعرفش اروح ايه بصراحة. هو الفرح حرام؟ مش عارف. طيب ما هو هل حضرتك ده مش صح يعني؟ طب ما كلنا بنروح افراح، امال هي يعني؟ احنا عايشين على فكره، يعني انا الدنيا يعني بنقدم برنامج، بس احنا عايشين، ده الانسان في حدود شرع ربنا سبحانه وتعالى، يعني بالضبط. ربنا يبعدنا عن اي شيء حرام. نعم، فاذا في الغرب في عادات، قلنا ان بعض اخواننا في المراكز الاسلاميه يجي لما الزوجه بتبتدي تتجوز فبيقولوا ميس فلان او ميسيس فلان زي ما بيقولوها. طيب قال له ده حرام، ليه كده؟ قال لك بس ده كده تنتسب الى غير ابيها. الله، طيب نقول لي الاول، نحط كده، هو ده نسب ولا ده تعريف؟ لقب. هو باب الالقاب، مش كتابه. يعني ما اتكتبتش باسم. اذا هذا قولي عليه لقب، قولي عليه تعريف، وباب الالقاب والتعريفات واسعه. قولي عليه كنى، زي ما بنوسع في باب الكنى، ابو فلان ابو فلان، وما عندوش مثلا ولد، نقول ابو احمد وهو ما خلفش، ام محمد وهي لسه بنت مثلا وهي مش اسمها كده،
ام عبد الله كانت السيده عائشه ما عندهاش عبد الله. اذا باب الكنى، باب التعريف، باب الالقاب، هذه ابواب واسعه. مثلا احنا عندنا الامام الاعمش، بنقول الامام الاعمش مع انه هو سليمان بن مهران الاعمش، امام وفقيه ومحدث وصاحب قراءه. الامام الاعمش، الاعرج ابو عبد الرحمن، حتى انه باب التعريف توسعوا فيها فنسبوا الرجل الى امه، سيدنا الامام الفقيه الحافظ الثبت ابو بشر اسماعيل بن عليا.